التجربه هذه ديال التجاره وهم يعني كنشكرها بزاف على على التجربه هذه. وحنا جينا الحمد لله حتى للعيون هنايا باش نديروا نقدموا حساب الشركه كيفاش كتخدم وحساب المدرسه كيفاش كتخدم. المشروع ديالي هو اللي عرضته على اللجنه، كان مشروع عباره عن ماده معدنيه طبيعيه. هذه الملحه انا بغيت نطورها، بغيت نعرفها، بغيت نعطيها قيمه كبيره، واخا هي قيمه الماديه ديالها بسيطه بغيت نردها قيمه كبيره. احنا مجموعه من الشباب اسسنا التعاونيه الصحراء للحوم، هدفها هو تثمين لحوم الابل. عندنا تخطينا للجنه الحمد لله، تخطينا للجنه، دافعنا المشروع ديالنا وعجبهم المشروع، جاء مفاجئ ان هذا المشروع يتخطى عندهم. احنا مجموعه من الشباب متكونين وغنتخطاو ومتفاولين بان هذو النصائح اللي عطاونا شادينهم بعين الاعتبار. احنا الحمد لله ما لقانا غنتلاقاو في الدار البيضاء ان شاء الله في النهايات، وغنتخطاو ان شاء الله. السلام عليكم.